فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تعاطي القات والقيام ببيعه؟ وهل صحيح ما يذكره بعض العلماء أو بعض الناس أنه يجوز في بلد ويحرم في آخر، وأن هذا حسب الأنظمة؟ هذا حسب الشرع، والحرام حرام في كل مكان، والقات حرام، أفتى بذلك الأئمة وأجوبتهم موجودة. أعظم القات أشد من الدخان، القات يخزن ويروح الوقت عليه وهو مخزن، ويترك الأعمال ويترك الصلاة، هذا ما يجوز، مفتر والعياذ بالله، ما يجوز لا تعاطيه ولا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه. صدرت بهذا فتاوى، نعم، من أهل العلم، نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.